بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليفي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات الجميلة التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، عبارة عن يرقات مجهرية أخذتها من أحد البحيرات المتواجدة في الأحساء. طبعا هذه اليرقات تتمتع انها يعني منتشرة في مناطق كثيرة، ممكن تكون في البحر تشوف فصائل يرقية متواجدة في البحر، ممكن تشوف فصائل جديدة في متوفرة في المناطق المتواجدة فيها برك متوسطة الحجم وكبيرة الحجم، ايضا ممكن تلقى ميكروبات مع هذه اليرقات، كونها هذه اليرقات ممكن تكون ناتجة عن يرقات حشرية، ممكن تكون أيضا ناتجة عن يرقات مائية تعيش بشكل مستقل في المناطق، يعني في البرك المائية. وأنا أنصح يعني الباحثين ومحبين الأحياء بدراسة هذه اليرقات، وممكن تلقى أنواع من اليرقات الحشرية معها. كوني درست أكثر من 500 نوع من أنواع اليرقات، ممكن تلقى شتى الأنواع في المناطق البحرية والمناطق المائية يعني بأكملها، وتختلف من منطقة إلى منطقة على حسب النوع. ما راح أحدد لكم أنواع كونه موضوع عام، كونه موضوع مهم جدا لاختيار مثلا موضوع بحثي لدراسة علم اليرقات أو علم اليرقات المائية أو النهرية أو البحرية أو يعني في يعني شتى المناطق في العالم. وكان موضوع مهم جدا يعني استفدت منه ونميت خبرتي في علم التشريح اليرقات، و إن شاء الله راح نعرض لكم الفصائل التي درستها في الفترة السابقة، وكل شيء محفوظ في بحوث وكتب إن شاء الله راح ننزلها في المستقبل. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.